يوم طالب من الدولة وطالب من رئيس الجمهورية مشكلة بورت الحل باللي الحقيقة اللي هي الحقيقة محامي عليهم رجال الأعمال ولا جا فيها وزير فم ها محل مشكلة بورت بين الوزير ليلته عيطنا احنا الساعة 10 في الليل وقال لنا من كلامه لا حد يشتغل ولا فهم كلامه ولا فهم أي أسئلة هذا هو اللي قال الوزير ليلته وزير الشغل وزير الشغل كلام وزير الشغل معناها أن معناها ان قضية بور يا رب تنحل احنا العمال ما عندهم مشكلة والوقت الآن ما مشتاقين النهار وعمل الليل سنة ما هو قانوني ويا الله حد لا يشغل حد في الليل يعطيه عليه مقابل ما هي قال له اشتغل تو فرصة والله ما كره ما خارج شيء مع ان طالبين من المنبر اعلن مشكلة بور تنحل به اللي هو رئيس الجمهورية حضر فيها عرف انها قطع هم وحلها قال لك ساعة طبعا ما عنده سلطة ما هو الرئيس